تستمر هنا الهواريات بالتوقيت الأفضل معها ملولة من هجن الرياسة تهانينا والناموس لهجن الرياسة تهانينا لعلي بن مي اللويبي 6 دقائق ثانية واحدة 7 دقائق من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار من خلال هذا التواجد الكبير والتحدي المثير مع هملولة صاحبة الشوط الأول. تهانينا لهجن الرياسة على فوزها ب8 نقاط من خلال هذا المساء، 7 نقاط مع الظافر ونقطة مع المستحيل. هنا نتواصل مشاهدين الأعزاء في بداية جولة أخرى من جولات هذا المساء وشوطنا التاسع على بركة الله وتوفيقه. ينطلق هذا الشوط، نسير مع انطلاقة الأبكار اللي جاية في انطلاقة رائعة وجميلة. 4 كيلومترات هي المسافة المقررة، نسير مباشرة مع هذه الأسماء وننطلق مع هذه الشعارات القوية والعملاقة لنؤكد هذه الانطلاقة مباشرة. ناخذ المركز الاول والصداره الاولى في المقدمه في المركز الاول. من تاتي هناك مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات اللي هي قادمه بكل قوه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هنا اللي في المركز الاول ايضا الياسيه لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يتواجد يمع بن عتيق الرميثي المحترم من يقدم هذه الانطلاقه، بينما شواهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن حلوه، ولكن دخول من مهمه لسمو الشيخ الهيان بن ذياب السيف ال الهيان الصادق فضل الامين. التحديات من الزاويه الاخرى، وصلت الوثبه لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال الهيان يتواجد محفوظ بخميس الي نيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما الاسم القادم في هذه اللحظات والواصلة سمحة لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي بو خليفة أحد شبابنا المضمرين والمتابعين لهذا الشعار أينما كان من خلال الإنجازات القوية بشعار أيضا سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بينما نقل إلى المركز الخامس الوصول بهذه اللحظات من الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ليتواجد أحد شبابنا المضمرين سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مقدما لهذا الاسم. الدخول من الزاوية الأخرى شواهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هناك أيضا يصل خالد بن المر بن حلوة، وصلت الهماليل بدأت تتدخل هنا مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات. هملولة وهملولة وهملولة من هجن الرياسة الظافر علي بن يمي اللهيبي من يقدم انطلاقة جميلة ورائعة من خلال هذا الاندفاع. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. الوصول من كرهباء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقبع في عملية التضمير. هذه هي النتيجة لأيضا ندان الأول، ولكن نعود إلى مهمة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب السيف الهيان الصادق فضل الأمير في عملية التضمير والتدريب. يقدم مهمة في مهمة صعبة بالفعل من خلال هذه المشاركة الرائعة والجميلة. الشعار الذي تميز بنجمته العينوية بالفعل التي بداخلها مليون ناموس تتواصل في مقدمة هذا الشوط، ولكن هنا أبو خليفة يدفع بورقتين بسمحة وبالياسية. أي منهما الورقة الرابحة يا أبو خليفة؟ هناك خط النهاية هو من سوف يعطينا الورقة الرابحة بالفعل. أيضا الياسية لغيرت الصدارة والمركز الأول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمعى بن عتيق بن يمعى الرميثي في عملية التضمير. وهناك أيضا دخول من هذه اللي هي سمحة غيرت على المركز الأول. الزاوية اليمنى تاتي هناك ايضا اللي هي وصلت الياسية من الزاوية اليمنى تاتي بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد انهيان، بينما سمحة بشعار سمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد انهيان. الوصول من الوثبة، وصلت الوثبة في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل انهيان محفوظ بخميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب. الاربع المراكز الله، شوفوا من القادم هنا. الواصلة الدكتورة، الدكتورة قادمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب. وصلت هملولة
تدخلت هملولة من الزاوية اليمنى، هملولة لهجن الرياسة، يتواجد الظافر علي بن يميل الوهيبي، وصل ابو اليمايل، وصل ابو اليمايل يبحث عن النقطة الثامنة في هذا المساء. وصلت هملولة اخرى في انطلاق رائع وجميل هنا لتاخذ المركز الرابع، بينما الهملولة الاخرى تاخذ المركز هنا السابع، تغير عينها على الهملولة الاخرى، لنا عودة الى الصدارة. التغييرات التي جرت وترت هناك مع الزعيم، الزعيم العيناوي بدأ يغير، بدأ ينطلق الى الصدارة مع الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يتواجد محفوظ بخميس الينيبي، ولكن الله على هذه الاسماء القوية والعملاقة القادمة الياسية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمع بن عتيق الرميثي، وصلت هملولة دشت معاهن واسمها هملولة، هملولة وصلت لهجن الرياسة، الخطر الحمر مر وعبر، بدأت تأتي هنا مشاهدين الأعزاء، الهماليل تنطلق مع الظافر، ولكن الوثبة هملولة الظافر الزعيم هنا بالانطلاق القوي، بالتحدي المثير، بالاندفاع الكبير، هملولة غيرت الصدارة والمركز الأول لهجن الرياسة. يأتي الظافر علي بن يميل الوهيبي، وصلت الياسية، التحديات من الياسية، الوثبة من الزاوية اليمنى، الوثبة الياسية، هملولة على المركزين الأول والثاني، الحمر الخطر، الله 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 الله، الشعار الجماهيري الكبير، يأتي مع الظاهر هنا ليقدم هملولة، وينطلق مع هملولة الأخرى هنا من خلال هذا الأداء الكبير. تهانينا لهجن الرياسة المركز الثالث، وصلت الياسية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان، المركز الرابع الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، المركز الخامس الوصول ايضا والتحدي المثير من خلال تواجد شواهين لسمو الشيخ حمدان بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن حلوه من قدمها لنا في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام نتيجتنا، ونعود ايضا بالتوقيت الزمني ولحظات الاعاده، وتوقيتنا الزمني مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام 6 دقائق 7 ثواني وجزئين من الثانية، مع هملولة من هجن الرياسة علي بن يميل اللوهيبي، بينما المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن يميل اللوهيبي أيضا، حيث قطعت مسافة السباق في 6 دقائق أيضا 7 ثواني لحظات الوصول إلى خط النهاية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرياسة، تهانينا للظافر علي بن يميل اللوهيبي، 6 دقائق 7 ثواني 7 أجزاء من الثانية الياسية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان بقيادة يمع بن عتيق الرميثي، تهانينا والناموس. بسم الله.